النادي الاهلي بيحقق 3 مكاسب من انتصاره ذهابا على سونيداب بطل النيجر. اول مكسب خروج من الجنينه اللي كان بيلعب فيها دي بدون اصابات، ده اول واهم مكسب للنادي الاهلي. تاني مكسب طبعا الانتصار بنتيجه 1-0 في مباراه الذهاب، وتخفيف الضغط كتير عليه في ماتش الاياب طبعا قدام منافس واضح جدا هو متواضع. المكسب الثالث اكرم توفيق. اكرم توفيق اعتقد ابرز لاعب ظهر في مباراه النهارده، خصوصا احنا اكيد مش هينفع نقيم اللعيبه والجهاز الفني ولا هنقيم تكتيك ولا هنقيم اي شيء في ظل المباراه اللي كانت بتتلعب على ملعب اشبه بالجنينه اللي الولاد الصغيرين بيروحوا يلعبوا فيها وفيها المراجيح والكلام ده. مباراه اكيد طبعا ما استمتعناش بيها خالص، مفيش اي فنيات، مفيش اي حاجه تكتيكيه نقدر نتكلم عليها، لان طبيعي انت كلاعب كره اول ما بتنزل في ملعب زي ده اول حاجه بتفكر فيها ان انا مش هقدر العب الكوره على الارض، الكوره مش هتمشي على الارض عشان اباصي لزميلي، وكمان اي فريق منافس ليك هيضغط عليك في ملعب زي ده سهل جدا جدا ان هو يقطع منك الكوره، لان انت اكيد هتبقى خايف على نفسك في التدخلات الثنائيه في ارض زي الارض اللي كانت بتلعب عليها. وبالتالي النادي الاهلي وحتى سوني ديب في معظم الاحيان لجأوا الى الكرات الطوليه. بيتسو موسيماني الغائب والحاضر عن طريق تقنيه الفيديو كول كان واضح جدا ان هو عوض غياب أفشة وعمر السولية بانه استخدم طريقه 4-3-3 بتوظيف طبعا جديد لأليو ديانج، نزل مع حمدي فتحي اكرم توفيق كاتنين هاف ديفندرات يحمي نص الملعب، وخلى عند أليو ديانج بعد الحريه في فري رول كده ان هو يكمل يعني لما يشبه البلاي ميكر في الدور الهجومي، لكن في الدور الدفاعي أليو ديانج بيتراجع كلاعب ثالث في نص الملعب جنب اكرم توفيق وحمدي فتحي. في الامام كان في طبعا محمد شريف المهاجم الاساسي خلاص للنادي الاهلي، ومعاه الثنائي كهربا وطاهر محمد طاهر، واللي اكيد طبعا برضو اكيد عمرنا مستحيل يعني نقدر نقيم اجنحه في ملعب بالمنظر اللي احنا شفناه ده ولا حتى راس حربه، بصراحه الموضوع كان صعب ويصل الى درجه الاستحاله اللي انت تقدر تأدي. وبالتالي هدف النادي الاهلي الوحيد اللي جه في الشوط الاول جه من كره طايشه، كره بتلعب كره عرضيه، بتصعد كره عرضيه، واللعيبه عشان فعلا لعيبه دوليه ولعيبه اذكياء جدا جدا، بدا كذا واحد يتراجع لخط ال 18 عشان يستنى الكره الثانيه، وبالفعل أليو ديانج قدر يقف في حته كويسه ويجيب هدف النادي الاهلي اللي اكيد طبعا ولا من تكتيك ولا من اي شيء، كره كانت طبيعيه انها تتلعب عرضيه وتستنى اي كره ثانيه جايه او اي كره طايشه عشان تسددها في المرمى. على الجانب الاخر طبعا سوني ديب حاول على قد ما يقدر ان الفرقه يعني توقف مفاتيح النادي الاهلي في نص الملعب، وانها تخلق هذا الكم من الكرات الثنائيه عشان تحرم النادي الاهلي من الاستحواذ. طبعا انت بتلعب بطل افريقيا فمش عايزه يمسك الكره عليك، وبالتالي اكيد مرمى محمد الشناوي الشوط الاول لم يهدد على الاطلاق باي هجمه، كان الموضوع سهل جدا جدا لدفاع النادي الاهلي وحارس المرمى محمد الشناوي. في وجهة نظري ابرز لاعب ممكن اتكلم عليه وعايز فعلا اتكلم عليه هو اكرم توفيق. ان اكرم توفيق احنا بقالنا كذا سنه يعني كنا بنتكلم على اكرم، لعب شويه مع فتره الكابتن حسام بدري لم يوفق، وبعد كده طلع كذا اعاره لغايه لما رجع للنادي الاهلي. النهارده ما بقولش ان اكرم توفيق لاعب جيد عشان هو بيلعب قدام سوني ديب، سوني ديب طبعا منافس متواضع للغايه، ولكن انا مركز على حته توقيتاته في قطع الكرات المرتد. بمعنى اهم هاف ديفندر في تاريخ النادي الاهلي في وجهه نظري هو محمد شوقي. ايه اللي كان بيميز محمد شوقي في فتره مانويل جوزيه؟ ان محمد شوقي لما كان النادي الاهلي بيهاجم الهجوم الشرس الفظيع بتاعه كان دايما يقف هنا اهو مستني الهجمات المرتده. ايه دور محمد شوقي؟ دور محمد شوقي انه ينظف المنطقه دي لوحده. كان دايما حسن مصطفى بيكمل مع المهاجمين، فاي هجمه مرتده سريعه كان على طول محمد شوقي بيبقى مطلوب منه انه يختار التوقيت عشان ينقض على الهجمه المرتده ويفسدها قبل ما تتبني فين؟ في المنطقه دي. وسنوات محمد شوقي مع
مانويل جوزيه، هي في وجهة نظري خليته طبعا افضل هاف ديفندر في لعب في المركز ده في تاريخ النادي الاهلي، ده وجهة نظرنا الشخصية. طيب اكن توفيق النهارده في بعض الهجمات قدر فعلا يختار التوقيت المثالي عشان يقطع الهجمات، ده اختيار اللاعب نفسه، مهارة اللاعب نفسه، ما بنتكلمش على قوة او ضعف منافس، ده امر احنا مالناش دعوة بيه، احنا بنتكلم على اختيارات اللاعب نفسه لقراراته، دي حاجة هو تحسب له وحاجة لازم يثاب عليها ونشيد بيه. اكرم توفيق في الشوط الثاني، حتى مع ان الشوط الثاني برضه هتكلم عليه، لكن في الشوط الاول كان بيختار التوقيتات من غير ما يعمل تاكلينج، من غير ما يعمل فاولات، من غير ما حتى هو يتصاب او يحط نفسه في كره ثنائيه ممكن تصيبه، انما توقيتاته ان هو امتى اجري، امتى امشي، امتى اهرول كده بسرعه شويه، اختيار اكرم توفيق لقراراته في الانقضاض على الكرات المرتده في وجهه نظري كانت مهم، كانت كويسه جدا في الشوط الاول. الشوط الثاني النادي الاهلي بدا يغير من اسلوب لعبه شويه وبدا يركز على الكرات العرضيه، خلاص وضحت جدا جدا يا جماعه مش عايزين نلعب كره على الارض، الارض دي ممكن تعمل لنا اصابات، كمان فرقه سوني ديب بيعملوا التاكلينج بالرجلين وحشه قوي، يعني معظم الفرق الافريقيه في فرق كتيره بتعمل التاكلينج، اللعيب بيجي يعمل التاكلينج ما بينزلش برجل واحده وبيرجع الرجل زي ما احنا متعودين مثلا التاكلينج المحترف، لا ده بينزل بالاثنين، بينزل كانه بينقض على المهاجم، فده طبعا ممكن يعرضك اكيد للاصابه، وشوفنا محمد شريف كان ممكن يتصاب في احد الكرات، وبرده كهربا، وبرده طاهر محمد طاهر، فدي بتبقى كرات خطره جدا. فكان واضح جدا التعليمات الشوط الثاني يا جماعه هنعمل البالونات زي ما عملنا في هدف الشوط الاول، وخلونا نلعب بالاسلوب ده عشان ده الاسلوب اللي ينفع في الملعب اللي احنا بنلعبه ده، وعشان كده النادي الاهلي الشوط الثاني قدر يهدد مرمى سوني ديب بشكل اكبر من الشوط الاول، ليه؟ لانه بدا الكرات العرضيه تتعمل بشكل اكبر. على الجانب الاخر سوني ديب بدا يبقى منظم شويه، بدا يبقى منظم شويه في الهجمات المرتده، وهنا جه دور مين؟ اكرم توفيق، جه دور اكرم توفيق حتى في الدقيقه الاخيره في كوره كانت جميله جدا جدا منه، ان هو عرف يزنق المهاجم وهو بيحاول يطلع بالكوره من على الطرف، وبدا يزق لغايه لما وصل بيه على الخط، اما وصل بيه على الخط اكرم توفيق قال لك لا مش هخليك برده تعدي، وراح عامل تاكلينج واستخلص الكوره واداها لزميل، فكانت واحده من الكرات الجميله جدا جدا لاكرم توفيق في المباراه. طبعا انا عارف ان النهارده مش هنقدر نحلل بالشكل اللي انتوا بتستنوه مني كل مباراة، ولكن انا اسف والله مش انا اللي اخترت الجنينة اللي كانوا بيلعبوا فيها دي النهاردة، امر فعلا اشبه بالمستحيل ان تقدر تحلل، او انا اضحك عليكم بصراحة، انا اقولك المباراة دي قابلة للتحليل، لا مفيش تحليل، مين انت لو جبت اي لعيب لو استنيته لعبت النادي الاهلي وهم راجعين في المطار هيقولك الحمد لله الحمد لله ان احنا رجعنا السلام ومحدش فينا متصاب في الملعب ده. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي الانتصار في مباراة الذهاب وانطلاق طبعا رحلته نحو اللقب العاشر، وطبعا أكيد واضح أن مباراة الإياب هتبقى خفيفة شوية طبعا، ويلعب أداء أفضل، أكيد ملعبنا أفضل بكتير من الملعب اللي كنا بنلعب عليه النهاردة. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد وتحليل مباراة النادي الأهلي وسوني ديب بطل النيجر.